امبارح اتحاد الكوره اعلن عن طريق الحاج عامر حسين، هو مفيش اتحاد كوره دلوقتي، المسؤول في اتحاد الكوره هو اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكوره اللي هيقوم باعمال الاتحاد خلال الفتره اللي جايه. لكن الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات امبارح طلع تصريح اكيد حضراتكم تابعتوه واتفاجئتوا زي ما كلنا اتفاجئنا كده، ان قال ايه؟ ان الاتحاد الافريقي بعت لنا وقال لنا يا جماعه مفيش مد للقيد الافريقي ومفيش استثناء لمصر. والله يعني ايه؟ يعني احنا كان بيضحك علينا؟ ايه ده؟ يعني النادي الاهلي طلع كان عنده حق؟ يعني النادي الاهلي كان عنده رؤيه مستقبليه للي هيحصل؟ لما قعدنا اتكلمنا كتير قبل بطوله الامم الافريقيه والنادي الاهلي ارسل بيانات وخطابات ومذكرات لاتحاد الكوره وطلع اتكلم مسؤوليه وقالوا يا جماعه اللي بيحصل ده ما ينفعش، يا جماعه الدوري لازم يخلص قبل بطوله الامم الافريقيه، يا جماعه في حاجه اسمها فتره القيد، فتره القيد دي عشان تبقى اقدر اقيد لاعبتي لازم ان انا اقيدهم الاول في الدوري او في القائمه المحليه. طلعوا ردوا قالوا ايه ساعتها؟ فاكرين طبعا، قال لك احنا اتفقنا وخطبنا الاتحاد الافريقي وخلاص النادي الاهلي او الانديه المصريه مستثناه من القيد الافريقي وهيتم مد ليهم القيد لحد يوم كام؟ لحد يوم 5، وبالتالي احنا حطينا جدول المباريات المتبقيه في بطوله الدوري بعد بطوله الامم الافريقيه لان احنا خلاص نسقنا كل حاجه من الاتحاد الافريقي. يا جماعه متاكدين؟ متاكدين ده اللي هيحصل، هتشوفوا هو ده اللي هيحصل. تمام، خرج منتخب مصر بطوله الامم الافريقيه تمام، واتكشف المستور، اتكشف المستور ان ما كانش في حاجه اسمها مد للقيد الافريقي، ما كانش فيه استثناء للانديه المصريه عشان القيد الافريقي. وانا هعيد على حضراتكم تاني عشان ممكن اللي مش واخد باله من الموضوع ايه الموضوع، ان لوائح الاتحاد الدولي بتقول ايه؟ بتقول ان ما ينفعش اي نادي في اي دوله الدوري لسه ما خلصش عنده ويقدر يقيد لاعبين جدد، تمام، لازم الدوري يخلص بالكامل. يعني حتى الانديه اللي خلصت الدوري، في انديه طبعا في 13 14 نادي خلصوا الدوري، دول ما يحقش ليهم ان هم يأيدوا لعيبه جدد لان الدوري اصلا مخلص والموسم المحلي مخلص، تمام. فبالتالي انت مش هينفع تأيد اللعيبه غير لما الدوري يخلص. الدوري كان هيخلص امتى؟ يوم 30/7 طبقا لما تم الاعلان عنه، ده قبل التعديل اللي قدام حضراتكم، ده قبل التعديل اللي قدام حضراتكم اللي نزل امبارح، تمام، طبقا اللي تم الاعلان عنه قبل بطوله الامم الافريقيه ان الدوري هيخلص 30/7 مباراه الاهلي والزمالك، وبعديها هيبقى في مد لفتره القيد بعد الاستئذان من الاتحاد الافريقي وسماحه للانديه المصريه باستثنائهم ان هم يقيدوا اللاعبين لحد يوم 5 اغسطس. وكان ماتش الاهلي والزمالك يخلص يوم 30 ويبقى عندك الست الى سبع ايام دول تقيد فيهم براحتك. طب ما كانش الاتحاد الافريقي، ما هو ما كانش وافق اهو، يعني لو المواعيد زي ما هي قبل التعديل اللي حضراتكم شفتوه من شويه على الشاشه ده كان هيبقى عندك يوم واحد تقيد فيه لعيبتك اللي هو يوم 31/7. طب ازاي؟ طب سيبك من كل الكلام ده، انت بتطلع تضحك على الناس ليه؟ انت بتضحك على الانديه ليه؟ ازاي تعمل كده؟ يعني بأني منطق؟ مين اللي سمح لك بكده؟ هي الدنيا المشكله ان الناس متعوده ان الكره المصريه بتدار بالحب. يعني ايه؟ يعني ان شاء الله ما تقلقش ما تقلقش يا عم الدنيا هتتظبط. خلاص خلاص لما بس تخلص بطوله الامم الافريقيه احنا انا هتصرف بعلاقتي مع الاتحاد الافريقي، انا هظبط لك الكلام كله بعلاقتي مع المسؤولين هناك، الاهلي هيقدر يعيد والزمالك وبيراميدز والمصري، ما تقلقش. طلع لا في خطوات من الاتحاد الافريقي بالموافقه ولا في اي كلام من ده، والاتحاد الافريقي امبارح ارسل واكد على الاتحاد المصري قال لهم يا جماعه مفيش استثناء للانديه المصريه واخر يوم للقيد هيكون يوم 31/7. الاستثناء الوحيد ممكن يكون اللي هو ايه؟ الغرامات اللي هتوقع عليك بعد يوم 10/7، بعد يوم 15/7، بعد يوم 10 250 دولار لو انت عايز تأيد لعيبه جديده، يعني بعد يوم 15 250 دولار او 500 دولار وبعدين مش عارف بعد يوم كام دولار. هو ده ممكن الاستثناء اللي ممكن يحصل، لكن غير كده ما كانش عندك استثناء في الايام خالص، تمام. فللاسف للاسف يعني حاجه مؤسفه، من ضمن الحاجات المؤسفه جدا جدا اللي احنا بنتابعها اللحظات دي كده من امبارح، ومن ضمن الحاجات المؤسفه جدا 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 من تصريحات مسؤولين بعد الاخفاق في بطوله الامم الافريقيه، ومش عارف الواحد يقول ايه اكتر من كده. لكن المهم في الاخر ايه؟ ان النادي الاهلي طلع عنده حق، المسؤولين في النادي الاهلي طلع عندهم حق لما نبهوا وقالوا يا جماعه لازم تشوفوا حل في موضوع القيد الافريقي ولازم الدوري، مش عشان مصلحه الاهلي،
ما هو الاهلي مشارك افريقيا، بس الزمالك برضه مشارك افريقيا وبيراميدز والمصري. ساعتها النادي الاهلي كان بيتكلم في المصلحه العامه، المصلحه العامه للانديه المصريه مش مصلحته هو. الناس دلوقتي بقت الانديه دي اكتشفت دلوقتي النادي الاهلي كان عنده حق، ودي حقيقه. احنا مش عشان قناه الاهلي دلوقتي بنقول الكلام ده، لا، فكر فيها كده واعقل الامور، هتلاقي ان النادي الاهلي فعلا كان عنده حق. خاطب الناس واتكلم مع الناس، ها، وحذرهم اللي ممكن يحصل. واضح ان هو كان عنده رؤيه مستقبليه واضحه جدا، وطلع ان هو صح. اتحاد الكره للاسف كان بيستهلك الوقت، ما بيردش على خطابات الاهلي لو تفتكروا، ما بيردش على اي حاجه، قاعد ياجل ياجل ياجل، واستهلك الوقت عشان البطوله خلاص الوقت يقذف والبطوله تبتدي، فخلاص ما عندناش حل دلوقتي، احنا في امر واقع. ده فعلا اللي حصل، حطوا الكره المصريه قدام الامر الواقع. يعني امور كانت الحقيقه صعبه، ولازم كنا نوضح لحضراتكم الامور، ولازم كنا نبين ان النادي الاهلي فعلا كان بيتكلم صح، وثبت بالدليل القاطع وجهه نظر النادي الاهلي ومدى صحتها النهارده.